السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت شبكة إرمسي الفرنسية أن اللاعب الواعد جوان حاجم المنحدر من أصول جزائرية اختار رسميا تمثيل منتخب الجزائر، وقد يكون حاضرا في المعسكر القادم للجزائر. وأكدت نفس المصادر أن الظهير الأيسر لنادي نانتي البالغ من العمر 19 عاما استجاب بشكل إيجابي لنداء المدرب جمال بلماضي في انتظار استدعائه لمواجهتي النيجر ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا 2023. وكشف صحفي فوت ميركاتو أورليان ماسيدو أن لاعب نانت جوان حاجم رفض دعوة مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي سيلفان ريبول وقرر تمثيل منتخب الجزائر وسيواجه منتخب فرنسا. وأكد الصحفي ماسيدو أن جوان حجم سيلتحق بالمنتخب الجزائري في معسكره المقرر خلال الشهر الحالي الخاص بمباراتي النيجر. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.